بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج متاحف الجزائر. اليوم ناخذكم الى عاصمه الغرب الجزائري باهيه وهران، وبالضبط متحف زبانه، ولكن ما يعيطوا الناس وهران دار العجب. متحف وهران والذي كانت فكره انشاؤه سنه 1879 من طرف جمعيه الجغرافيا والاثار لمقاطعه وهران، وفي هذه الفتره لم يكن هناك متحف باتم الكلمه، انما كان هناك تراث مشتت بمقر البلديه القديمه في ساحه الجمهوريه. داخل قاعه المسمات بقاعه الطيور احتوت على مجموعه من الطيور وبيض النعام، وكذلك بعض الصور والرسوم، وقد عرضت انذاك في الساحه المسمات اليوم ابن باديس. إن فكرة إنشاء متحف بمدينة وهران جاءت من قبل الرائد دومايت دومايك، وهو أثري مختص في علم النقوش، والذي حاول بفضل مراسلته إلى المواطنين لإثراء المعروضات. وفي سنة 1882 جمع مجموعة هامة من التحف وقسمها إلى قسم المسكوكات احتوت على 13 قطعة، وقسم الآثار الرومانية والإفريقية تحتوي على 16 قطعة، قسم تاريخ الطبيعة وكانت تحتوي على قطعتين متحجرتين لفوسيل المستحثات، وبعد ذلك أضاف إليها قسم ما قبل التاريخ والإثنوغرافيا، قسم تاريخ الجزائر، قسم النحت والرث. وفي أبريل 1885 استقر مؤتمر الجمعية الفرنسية الجغرافية على ضرورة البحث عن محل مناسب لهذه التحف، وكانت قاعة في المستشفى القديم كافية لهذا العرض، ولقد تم تسجيل المكان بصفة رسمية يوم 8 مارس 1885، وعين دومايت محافظا للمتحف وحمل اسمه. وفي 8 أبريل 1885 تنازلت جمعية الجغرافيا والآثار عن المتحف لصالح البلدية، وهذا لأسباب مادية، عدم قدرة حمل تكاليف الصيانة وإعادة تهيئة المتحف. وسنة 1891 تم تحويل المجموعة المتحفية إلى مدرسة بحي الهواري العتيق، وبمناسبة مرور 100 سنة على الاحتلال الفرنسي لوهران تم تدشين المتحف الحالي، لكن تشييده الفعلي كان 11 نوفمبر 1935. وبعد الاستقلال الجزائر عهد المتحف إلى المجلس الشعبي البلدي لمدينة وهران، ثم أصبح تابعا لوزارة الثقافة والسياحة. وفي سنة 1986 غير اسم المتحف من متحف دومايك إلى اسم المتحف الوطني أحمد زبانة، عرفانا لشهداء الثورة التحريرية. وفي سنة 1986 صنف ضمن المتاحف الوطنية. يشعر الزائر لهذا المتحف أنه يقرأ تاريخ الشعوب التي توافدت على المدينة، فهو يحتوي على 14 جناحا يعرض فيه تحف نادرة معروضة حسب التسلسل التاريخي. فنجد قاعة ما قبل التاريخ تحوي بداخلها قاعة الاستيولوجيا أو علم العظام، تحتضن المجموعة ثقافات عصور ما قبل التاريخ التي تعود شاهدا على النشاط الإنساني الدال على تطوره الفكري والإبداعي والتقني. تقسم هذه المجموعة إلى فرعين، الباليوليتي ونيولوتي، الذي يمثل فجر التاريخ، تتكون من صناعة حجرية، عظام، فخار، أصداف بيض النعام، معادن، قوالب، بقايا لأقدم إنسان ظهرت معه حضارة العصر الحجري الأسفل المعروف عالميا بإنسان تغنيف، وبعض الحيوانات المنقرضة كالبقر الوحشي، الأروية، والهيكل العظمي للطبيب الفرنسي السيد كانال الذي تبرعوا به في الفترة الفرنسية. وهذه المجموعات تعود إلى مواقع في مدينة وهران مثل جبل مرجاجو، كمول مغارة عين قطارة، بيرجير، بالإضافة إلى مقتنيات أثرية تعود لنفس الفترات تخص مختلف الدول الأوروبية والإفريقية، مثل مغارة فيلار في أعالي الألب، أوفورني في سويسرا. نمشي لقاعة الآثار القديمة. يضم المتحف عدة حقب من بينها الحضارة المصرية، الإغريقية، الليبية النوميدية، الرومانية، الفينيقية والبونية. فالمجموعة غنية بتنوعها وتعدادها من أسلحة، معادن، حلي، ألعاب، فخار، نقيشات، بالإضافة إلى ما يميز الفرع الفسيفساء التي تحكي الحياة اليومي والعقائد الدينية للشعوب الغابرة، ولا ننسى المصابيح الزيتية والمسكوكات من فضة ونحاس وغيرها باسم الأباطرة والملوك. قاعة الفن الإسلامي تختص بالتراث المادي للفترات الإسلامية منذ الفتوحات الإسلامية آخر الفترة والمتعلقة بالأمير عبد القادر، وقد اختلفت المجموعة من أواني معدنية ومنها فخارية، سيوف، خناجر، منسوجات، نقوش وكتابة تأسيسية، شواهد القبور، مسكوكات للدولة الأموية، العباسية، الأغلبية والفاطمية، وبعض منها كانت تستعمل في المناسبات المهمة كالزواج، المصالحة، الوفاة،
واسكة الأمير عبد القادر التي تؤرخ لقيام دولة. قاعة وهران القديمة تضم فترات تاريخية التي مرت عليها مدينة وهران الإسبانية والعثمانية والفرنسية، متنوعة بين الأسلحة، الحلي، الأواني، الأختام. كما يوجد باب يعود إلى آخر البيات بوهران في فترة العثمانية، ونقيشة تذكارية تؤرخ لبناء جامع الباشا بأمر من حسن باشا عام 1210. قاعة الإثنوغرافيا المغربية تقدم مجموعة من الحرف والصناعات التقليدية التي برعت بها أنامل الحرفين خلال الفترات الحديثة، مثل آلة القانون الذي أهدى للمتحف من طرف عائلة الشيخ العربي بن ساري. السروج الحلي تعود لمنطقة القبائل والطوارق، والأسلحة البيضاء المزخرفة بالنقوش بعدها مرصعة بالفضة والصدف والمرجان، بالإضافة إلى المخطوط الذي يعود إلى أبو سعد السهود. قاعة الإثنوغرافيا الأجنبية تضم مجموعات متنوعة من إفريقيا، آسيا، أمريكا، أستراليا. نجد من بينها الأقنعة، العاج، القواقع، التعويذات، التماثيل والموازين والمكاييل. قاعة تاريخ الطبيعة الأولى تضم مجموعة من الجيولوجية تحتوي على نماذج من الصخور الرسوبية المتحولة والبركانية، الفقاريات، حيوانات مثل الغزلان، الفهد، إضافة إلى الزواحف والأسماك المحفوظة في مادة الفرمول. أنواع كثيرة من الطيور المستوطنة والمهاجرة عبر العالم. قاعة تاريخ الطبيعة الثانية يحتوي على مجموعة من اللافقاريات والرخويات، القشريات بالإضافة للحشرات والفراشات والجراد. قاعة الفنون الجميلة تتمثل في لوحات فنية من أعمدة الفن التشكيلي الجزائري كخطة إيسيا خام شرفاوي، والفن الأوروبي الذي ينتمي إلى المدارس الكلاسيكية الفرنسية، الهولندية، الإيطالية، كاندريس ويردرا، جون شاب، بالإضافة إلى عدة تماثيل ومنحوتات برونزية. وما يميز المجموعة السجادة التي تعود إلى القرن 18 لعائلة غوبلان، والتي يصور فيها مشهد سيدنا موسى يضرب بالعصا. وصلنا لنهاية عدد اليوم من سلسلة حصة متاحف الجزائر. إلى اللقاء.